السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. شرف هذا الفيديو. كيفاش نسجل فيديو في نفس الوقت نديرو انت الكاميرا مزدوجة، معناه في نفس الوقت راك تصور روحك وتصور الخلف. سبيل المثال نروحو الكاميرا ومن بعد نروحو المزيد ومن بعد نكليكي على تسجيل مزوي. قبل ما ندير هذه خاوتي شوفوا معايا مليح، ها تسجل عادي، دير فيديو عادي. شوف ها هنايا تجي تسجل فيديو خاوتي، هنايا ما تقدرش دير صورتك هنايا ولا فيديو هنايا، ما تقدرش. شوفوا معايا مليح، شوف نفعل هذه مميزة جديدة فيها بعض الهواتف سامسونج وفيها بعض الهواتف شاومي. ندير تسجيل مزوجة، شوفوا معايا مليح، هاي تصويرتي ولا فيديو، هاي شفتوا معايا مليح، هاي كما ها وراك تسجل عادي بدون اي مش في نفس الوقت راك تسجل وراك تهدر وراك تبين في روحك. شوفها معايا مليح ها خاوتي، ها هي بهذه الطريقه. وتقدر ثاني تبدل الشكل نتاع اطار نتاع الفيديو، ها حبيت دي هذه تكبرها وهذه تصغرها. شوفها معايا مليح طريقه خاوتي، شوف مليح نكليك على هذه، ها شوف خاوتي ها دوكا صغيره دوكا نكبرها. وفي نفس الوقت راك تسجل وراك دير في الفيديو، ها بهذه الطريقه خاوتي، وراك تصور بلاكش بلاصه ولا وراك تبين في روحك هنايا، راك تبين في روحك في الفيديو وراك تهدر. حبيت ثاني تبدل شكل ديرها مربع، تكليك هنا يا خاوتي، ها هي نكليك عليها، ها شو ما عملي، ها شتو خاوتي، ها عادي، ها كما نسجل خاوتي. مهم خاوتي اللي عنده اي مشكلة ولا عنده استفسار خلينا التعليق اسفل الفيديو ولا تواصل عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.